طيب ما شاء الله تبارك الله. أول حاجة الصلاة على النبي، أنتوا شفتوا قاعد قديش شعرها طال لما استشورت لها إياه آخر مرة، وتراها مرة ما ترضى، يعني حتى لما نجي بقص لها أطراف هي ما ترضى، بس اليوم بنقصه شوية. فبوريكم حاجة مرة حلوة لطريقة استخدام الزيت، كيف إنه ترى هي الكيرلي حقها ما شاء الله تبارك الله، لما أحط له الكريم مرة يصير خيالي، بس إنها دوبها سابحة فطالعة، ما حطيت لها بلسم عشان بحط لها زيت، بوريكم إياه بعد الزيت. ده من الزيوت اللي انا اشهد لكم فيها واقول لكم مره حلو. بنات اذا عندك قشره، طيب اذا عندك تساقط الطبيعي لما سببه، يعني مثلا نقص فيتامينات حاد، مثلا استخدمتي منتج شامبو شيء وحسيتي انه هذه الفتره عندك تساقط، جربيه. طيب اذا شعرك ما يطول، واقف عالق، يعني طول عمرك مثلا شعرك هنا او طوله مره بطيء، مرة من الزيوت اللي جد بتدعي لي عليها، بس استمري عليه، مو تستخدمين مرة اثنين وتوقفي، استمري عليه. شوفوا طريقتي في الزيت، نفس هذا الزيت حق لدن، اخذه بنات مو يغلي، يحمى شوية، نقطة نقطة بس كذا يدفى، تمام؟ تقدري تحطيه يعني في الميكرويف بس حق ثواني بس يدفى، طيب؟ يعني تلمسيه ما يكون حار مرة، لا. وقطنة. خلاص دحين ايش بنسوي؟ بنحط مسحة مرة بسيطة كذا، سيشيل عادي، بنحط مرة مسحة بسيطة كذا على اليد بس، ونمشيه على الشعر عشان يكون معانا سهل التمشيط. خلاص عشان لما نيجي نمشط يكون معانا سهل. طبعا بنات الشعر الكيرلي معروف، او اللي بناتها مثلا شعرهم كيرلي او هي شعرها كيرلي، معروف انه يتشابك. طيب ففي مره كميه تشابك. اول حاجه اذا شعرك بهذه الطريقه ابداي تمشيط، دائما اقول لكم من تحت، ممكن تفصلي الشعر وممكن عادي بدون، بس انه زي كذا تمسكيه بهذه الطريقه وتبداي تمشطي من تحت، كل ما تحسي انه اللي تحت تمشط ابداي اطلع شوي شوي على اللي فوق، حتلاحظي انه ايه بسرعه تمشط معاكي، شايفين؟ عكس اذا مشينا من فوق، شايفين بيعلق الشعر بهذه الطريقة وكذا، مرة بتقطعي شعرك ومرة غلط. لا احنا نمشي من تحت، شايفين من هنا مرة متشابك، فكل ما لقيتي الخصلة بهذه الطريقة متشابكة مشطيها من تحت، ابدأ شوي شوي على فوق. طيب دحين الشعر اتمشط معانا مرة تمام. بنات شفتوا هذه الامشاط اللي تجيكم زي كذا فيها دبابيس؟ ممتازة. في بنات مرة تكرهها انها تمشط فيها شعرها، انها تعلق لها شعرها. اول حاجه هذه طريقه، ترى استخدامها بهذه الطريقه لما تتمشطي فيها زي كذا حتشابك لك شعرك، فهي اصلا طريقه استخدامها بهذه الطريقه. وانا شخصيا مره احبها لتمشيط الفروه. بنات لازم تمشطي فروه راسك، يعني ايش؟ يعني من عند الفروه كذا تحسي انه هذه الاسنان ماسكه فروه راسك، ما تتخيلوا قد ايش هذه الحركه تحرك الدوره الدموية. ركزت هذه المرة. خلاص هذه الحركة مرة تحرك الدورة الدموية براسك، تخلي سبحان الله كذا انه الشعر يطول، تعملي زي مساج لفروة الراس. كثير بنات تتجاهل هذه النقطة، تيجي خلاص تمشط شعرها بهذه الطريقة وخلاص. إذا ما مشطتي شعرك، أول حاجة نمو شعرك مرة بيكون أبطأ، اثنين مرة بتحسي آلام تبدأ تحسي بآلام بفروة راسك، حتى أحيانا تقولي أنا أخذ حمامي أمس، ليش فروة راسي وجعتني؟ طب أنا فروة راسي مو دهنية، أو شعري مو دهني، ليش فروة راسي توجعني؟ جربي تلتزمي بتمشيط فروة الراس، إن عاد وجعتك فروتك لازم، إلا ما يكون سبب ثاني، عندك مشكلة بالفروة. بس جد جد مرة تفرق معاكم تمشيط الفروة، راح تلاحظي فرق إن شعرك بدأ يطول أسرع، حتلاحظي إن الآلام حقت فروة الراس مرة 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 يمكن بتروح مرة واحدة. بتلاحظي كمان ان التساقط مرة قل. بنات كيف طريقة التمشيط؟ شايفين هذه الاسنان اللي موجودة هنا، هذه الدبدبة هذه احسها بفروة راسي، يعني مو امشي بس عليها، احس كذا كأنه شيء كذا قاعد يمشي على فروة راسي بهذه الطريقة. وتبدأ تمشطي بكل اتجاهات الشعر، انك انت تجيبي الشعر من هنا الى هنا، وهذا من هنا الى هنا، وتمشطي كذا وتمشطي كذا، او تمشطي كذا بعدين ترجعيه مره ثانيه، بس هذا كله المهم انك تحسي بالاسنان هذه ماشيه على فروه راسك. الشيء الحين اللي احنا حنسويه، حنقسم الشعر بالنص، راح ناخذ قطنه
بهذه الطريقة نغرقها شوية بالزيت. خلاص ونبدأ ايش نسوي كذا، لا تكثري لا تغرقي الفروة زيت. الشيء الثاني خلاص نبدأ زي كذا، تحاولي بس تحرصي انك انتي حطيتي على الفروة زيت بهذه الطريقة. طبعا الزيت في هذا الوقت حلو انه يكون شوية دافي. خلاص لين اخلص الشعر بالكامل. بنات تذكروا تقريبا قبل اخر اعلان، والله ما اتذكر بس انا بلقى التاريخ وبحاول القى الصورة، كان شعرها الى هنا تقريبا قبل سنة، اقل من سنة بتأكد لكم بشوفها، لازم اشوفها. كان شعرها تقريبا الى هنا او هنا تقريبا، وهذا ما شاء الله تبارك الله كله طال. هذا من الزيوت اللي انا مرة يعني مستمرة عليها لها، لانه مرة ناسبها ما شاء الله، حسيت شعرها مرة كثف، مرة ما شاء الله شعرها صار يطول أسرع. التشابك أمانة مرة خف معايا، بس لأن شعرها هي طبيعة شعرها أصلا متشابكة أوفر، فهمتوا؟ أي شعر كيرلي بهذه الطريقة أتوقع يبغاله مرة مرة عناية، بس ما شاء الله فرق معايا في الكثافة في الطول. دحين وزعت الزيت على كامل الشعر، برجع أزود بالأطراف لأنها أهم حاجة، ما أبغاها تنشف معايا. بعد ما وزعت الزيت إيش أسوي؟ البقايا اللي موجودة هنا كده خلاص احطها هنا، فهمتوا؟ هي اكثر حاجه تتغرق معايا، هي اكثر حاجه لازم مره تشرب زيت. تمام، دحين اهم خطوه بنات التمشيط، زي ما قلت لكم دحين نرجع نمشط الشعر ونتاكد ان الزيت دخل معانا بكل الشعر، يعني اذا في مناطق مثلا زي كذا ما دخلها زيت نرجع نحط عليها. تمام، وترى مو لازم تخلي الزيت يصبصب من راسك صب، يعني تكون كميته مره كبيره، لا مو لازم. خلاص نرجع نمشط، المفروض انه انا امشط لها بهذا السايد وكذا، وزي ما قلت لكم كذا وارجع اجيبه كذا. فهذه الحركه حنسويها بعد ما نخلص الزيت. اقول لكم على عاده انا اسويها، وخلوها انتم عاده عندكم، ومن جد تربطيها بشيء وما عاد تصيري تنسيها. كل ما اجي اضفر لازم اقرا المعوذات، ترى سبحان الله ما ادري احس هذا الشيء له اثر مره حلو. المهم اني دائما كل ما جيت ضفرت او مشطت شعور بناتي ضروري مره عندي اني اقرا معوذات، فخلوها عاده جد ما تنسوها. المهم رجعت ضفرت كل الشعر خلاص بهذه الطريقه، وبعدها ارجع اجيبه كذا، يا تحطي بنسة أو كليبس أو حاجة، ودحين نرجع نغطيه بس نخليه مهوى. ومع إنه ماما ما تنصح بهذه الحركة كمان، تقول الشعر مع الزيت لازم يتنفس، لازم يكون زي كذا له فتحات تهوية، وإن التغليف ما يتغطى 100%، لازم زي كذا يكون خفيف، فهمتوا؟ بحيث إنه الفروة ما تعرق مع الزيت، هذه نصيحة ماما يعني. فأنا خليتها بس خلاص نايلون بهذه الطريقة إنه خفيفة، بس انها ماسكت لي الشعر ومحافظت لي عليه انه لو لعبت او تحركت او شيء ما يوسخ. طيب دحين بفك المنشفة، مو مشط لسه، بس بعد ما اخذت حمامها عشان عدمتها بالزيت وغسلتها فكلها مويه. طبعا ما حطيت بلسم نهائيا، البلسم بس حطيته على الزيت على طول بس عشان يوديه للزيت، فهمتوا؟ وبعدها شامبو وبعدها ما حطيت بلسم، بس شوفوا ما شاء الله كيف مره ما في تشابك. شايفين كيف نعومه ما شاء الله نعومه. انا ابغاه ينشف واوريكم بس لان حتنام، بس انتوا واضح لكم قديش ما شاء الله تبارك الله الترطيب، تخيلوا بينشف على هذا الشكل.